حضرتك عندي سؤال كمان بعد اذن. سلام. دلوقتي انا مش متعمق في دراسه العلم الشرعي يعني، لكن بحاول ان انا اتابع يعني بعض الافاضل او كده استفيد منهم يعني. فانا دلوقتي ان انا بقى لي فتره في الايام دي كل شويه اشوف مثلا منشورات ناس تقول على الناس انتوا علماء، انتوا تبع العلماء الوهابيه مثلا، او انتوا معتقدكم معتقد الوهابيه، وناس تانية تقولوا لا انتوا معتقدكم معتقد الصوفيه والقبوريه والحاجات دي، وعركه ما بينهم. انا بشوف كده وبشوف كده. انت مالك دخل بهذه العركه؟ انا اقول لك يعني انت راجل مسلم. اي نعم. وفي كتاب نزل من عند الله. اي نعم. اسمه القران. تعرفه؟ اكيد طبعا. تعرف يعني كثيرا منه الحمد لله. وفي سنه عن رسول الله، في كتاب اسمه البخاري، اسال امك عنه وجدتك هتعرف البخاري. الله عليك. ومسلم. فاقرا الكتاب والسنه وانت تعرف الصح من الغلط. لكن هتعيش جاهل، كل واحد هيلعب بك. لكن لما كنا انا مثلا لابس نظارات بصائر اميز الصح من الغلط، لكن بدونها لن ارى. قد جاءكم بصائر من ربكم، القرآن بصائر نستبصر بها. إذا قال الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فاهم أنت الجملة دي ولا مش فاهمها؟ آه طبعا فاهم الحمد لله. كثير من آيات القرآن على هذا، لا تحتاج إلى 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 شرح. أما واحد يقول لك يا بدوي يا سيد يا بدوي ايش في لي الولد، أعوذ بالله، كده غلطان ولا مش غلطان؟ طبعا. ايه اللي خلانا نقول انه غلطان؟ انها عباده لا تصرف الا لله. ان الله قال ايه؟ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وقال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه هم عن دعائهم غافلون. فاذا اخذ الاول كتاب الله وسنه رسول الله استبصر بهما. لكن اذا كان الشخص فارغ فكبهيمة عمياء يقودها أعمى يسير بها على عوج الطريق الجائري. الله وذلك أحذرك من الانضمام لجماعات. الجماعات تريد من أتباعها أن يكونوا جهالا حتى يقودوهم ويقودوهم الأمير حيث يشاء. الله فلذلك يخافون من العلم. يخافون من العلم. الجماعات عموما تخاف من العلم. ليه؟ لأن العلم يبصر الناس. لما إذا كنت أنت أعمى واحد طفل صغار منهم يجي يصحبك أمير الجماعة يقول لك كلام غلط تسمع وتطيع أنت لا عارف لا غلط ولا صح. الله مستعان. فتحصن بكتاب الله وسنة رسول الله. بعد إذن حضرتك يا شيخ هل فعلا يعني علماء السعودية فعلا هل بينتهجوا مناهج التكفير؟ مش كله يعني. هل بيتم فعلا ولا هذا كلام خطأ؟ لا، في بعض علماء السعودية مثلا بعضهم يقول بعدم العذر بالجهل، يعني اليوم الكفر جاهل لا يعذره. في بعضهم يقول وأكثرهم بكفر تارك الصلاة. ده المسألتان أشهر مسألتين في الباب هناك. إن منهم من يقول بعدم العذر بالجهل، فإذا كان لا يعذر بالجهل فأي واحد يظلم منه كفر سيحكم عليه بالكفر. الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ولم يأتكم نذير. وفي علمائهم جمهور علمائهم يقولون بكفر تارك الصلاة من غير تفصيل. فالمسألتين دول شهيرتين عنهم، فيعني طبعا لهم اجتهاداتهم ولغيرهم الاجتهادات أيضا. بارك الله فيك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله.